ومن المواصي في رفح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور. أهلا ومرحبا بك صالح. استمرار إغلاق المعابر، حدة الغارات وكثافة الاستهدافات في الساعات الماضية مع تقدم الآليات، كيف يؤثر هذا على حياة النازحين والسكان في المنطقة لديك؟ يعني نبدأ بهذا الخبر أحمد. فقط قبل قليل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أنها هي من أطلقت رشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت فيها موقع أو منطقة سيدي روت، حيث أبلغت عن ذلك في بلاغ عسكري، وسبقه أيضا بلاغين منها يتعلقان أيضا بعمليات الكتائب والسرايا في منطقة جباليا، حيث تخوض الفصائل الفلسطينية حتى الآن اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، سواء عبر إطلاق قذائف الهاون كما جاء في واحد من هذه البلاغات، أو من خلال أيضا استهداف الآليات بقذائف محلية الصنع المضادة للدروع. ثلاث بلاغات إذن صدرت من سرايا القدس منذ صباح هذا اليوم فيما يتعلق بالاشتباكات في محاور التقدم. محاور التقدم في المنطقة الأخرى هي منطقة رفح، لا تزال الأمور فيما يبدو في المناطق الجنوبية الشرقية محصورة أكثر، لأنه بالأمس كانت أصوات الانفجارات تسمع من حي البرازيل وحي السلام بشكل كبير وعنيف، وهذا فيه يشي إما أن تكون هذه الآليات تحاول التقدم لربما لأمتار أخرى باتجاه أحياء سكنية جديدة، أو أنه لربما تكون هناك يعني أمر ما حدث أو استهداف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لهذه الآليات المتوغلة في تلك المناطق، وهذا يدفع دائما قوات جيش الاحتلال إلى محاولة التغطية على إما إجلاء جرحى أو قتلى أو يعني تأمين القوة الإسرائيلية التي تعرضت للاستهداف. أيا يكن، لكن المدينة تتعرض باستمرار للقصف المدفعي الإسرائيلي والغارات الجوية الإسرائيلية على مدار اليوم الآن، ونحن نتحدث عن نحو أسبوعين من بدء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي كانت من أهم تداعياتها إغلاق معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح أيضا، وعدم دخول أي مساعدات من خلال هذه المعابر. الأمر اقتصر في اليومين الماضيين على إدخال البضائع للقطاع الخاص، وهذه يعني ليس بمقدور الناس وغالبية الناس هنا شراءها، سواء كانت بأسعارها الطبيعية أو حتى بأسعارها الحالية التي هي أسعار مرتفعة جدا. بالنظر إلى ما كان يدخل من خلال هذه المعابر يمكن معرفة تأثير إغلاق هذا المعبر. المواد الغذائية بدأت تشح بشكل كبير في مناطق الوسط والجنوب وكذلك في مناطق الشمال لا شك. أيضا الوقود، منع دخول الوقود الآن لنحو أسبوعين، حذرت منه منظمات دولية ووزارة الصحة، وأن المشافي التي تعتمد بالأساس على مولدات صغيرة تعمل بالسولار هذه ستتوقف في أي لحظة، وهناك مستشفيات قلصت من عملها بشكل كبير وأقسام أغلقت بسبب هذا النقص الحاد في الوقود، واكتفت هذه المستشفيات بتشغيل غرف الطوارئ لاستقبال الجرحى والشهداء، فيما هناك أقسام أخرى مغلقة وتوقف العمل فيها، والخشية أن تتوقف المستشفيات بشكل كامل جراء هذا النقص في الوقود. وهذا أيضا استمرار إغلاق هذه المعابر وعدم إدخال المساعدات من خلالها، هذا يؤكد هواجس الفصائل الفلسطينية والمكتب الإعلامي الحكومي الجهات المحلية، بمعنى فيما يتعلق بالميناء أو الرصيف البحري الذي قالت فصائل فلسطينية وكذلك جهات محلية أنها ليست الخشية أن يكون هذا الأمر بديلا عن المعابر البرية الرسمية معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وكانت تطالب بأنها ليس لديها مشكلة بمنافذ جديدة لإدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني، لكن لا يجب أن يكون ذلك بديلا عن المعابر الأساسية التي يمكن من خلال إدخال الكميات الأكبر من المساعدات، وإن كانت خلال أشهر الحرب الماضية هي بالكاد بالحد الأدنى، لكن مقارنة بما الآن يدخل من خلال الرصيف البحري أو من خلال عمليات الإنزال الجوية فهذه المعابر أفضل حالا من الطرق الأخرى، وبالتالي هواجس الفلسطينيين من الميناء والرصيف البحري تزداد يوما بعد يوم مع استمرار إغلاق المعابر والخشية بالفعل أن يكون
هذا بديلا عن هذه المعابر. تأثير ذلك ما زال مستمرا كما قلنا، اكتظاظ الناس الآن في مناطق محددة أيضا فاقم من المعاناة وصعوبة الوصول للاحتياجات الأساسية لهم، سواء من مياه الشرب أو مواد غذائية وأخرى، وهذا لا شك أنه يثقل عليهم في كثير من أمورهم اليومية وحياتهم في ظل هذا العيش في تلك الخيام والتي أصبح أمرا لا يطاق بالنسبة لهم. من منطقة المواصي في رفح، مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور، شكرا جزيلا لك صالح على هذه المعلومة.